تعال نشوف اسئله بقى لما ندرس على الجزء ده. اول سؤال بيقول لي طرح الطريقه العامه لتحضير الالكانات باسم تحضير الايه؟ الجلد. ويعبر عنها بالمعادله اللي قدامي دي. جايب المعادله بيقول لي اذا كان عدد ذرات الكربون في الملح الصوديومي المستخدم هو ان. عدد ذرات الكربون ان. فيكون عدد ذرات الكربون في الالكان النامي ها؟ ناقص واحد. لسه قايل لك انا المعلومه من شويه. بيقلل عدد ذرات الكربون في الالكان الناتج بمقدار ايه؟ واحد. قلنا لو اوكتانوات يبقى نونان. هبل تانوات هكسان. بين تانوات بيوتان. بروبا نوات ميثان. طب افرض احنا عندنا ميثانوات. بيقول لي هنا يحضر الميثان في المعمل بتقطير الجاز لملح اسيتات الصوديوم اللامائي. قلنا اسيتات الصوديوم ديت لها اسمين تانيين ميثانوات صوديوم وخلات الايه؟ الصوديوم. درجة انصهاره مع الصودا الكاوية ودرجة انصهارها اللي هي الصودا الكاوية بتبقى 318 وعند إضافة السي اي او للتفاعل فإنه يلزم التسخين إيه؟ طبعا يا جماعة الخير احنا قلنا السي اي او مع الـ ان اي او اتش دول بنسموهم جيل ايه؟ صودي. الجيل الصودي ده بيغفل درجة الايه؟ طيب لازم هنقل عن كام؟ 300 و هتبقى اقل من كام؟ من 300 وكام؟ و18 هتقل عن خلاص؟ يبقى انت عندك درجة الانصهار بتاعت ديت 324 ولو مع الصورة الكبيرة هتبقى 300 وكام؟ و18 لو حطينا السي اي او هننزل عن 300 وكام؟ و18 هنا بقى ركز معايا المركب الناتج ها من التقطير الجاف لملح هيكسانوات الصوديوم شاطره. خلي بالك هيكسانوات لما اعمله تقطير جاف هيعطي سي 5 اتش 12 هيبقى البنتات. طب احنا درسنا البنتان ده اكتر من مره. طبعا بيعطي بنتان اول متشكل بنتان بعد كده ميثايل بروبان ميثايل بيوتان ثنائي ميثايل ايه؟ بروبان. يبقى له كام متشكل؟ ثلاثة. خلي بالك بقى ده بيقول انا عاوز كام متشكل متفرع؟ اخر كلمة لو ما اتقرأتش هتربط الدنيا. يبقى انت عندك ده هيعطي لك سي 5 اتش 12. اول حاجة بيعطي لك هيبقى سي اتش 3 سي اتش العملية في القلم. سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 CH3 ده متفرع؟ لا. المتفرع هيبقى ايه؟ CH3 CH شايلة CH3 CH2 CH3 اللي هو اسمه ميثايل ايه؟ بيوتان. وممكن ثنائي ميثايل ايه؟ بروبان. يبقى انت كده عندك كم متشكل متفرع؟ اثنين. طب لو قال لي كم متشكل بس؟ بيقول لي يتم الحصول على البرو بروبانات الصوديوم المفروض تعطي إيثان والإيثانوات تعطي ميثان والبنتانوات تعطي بيوتان. يبقى اتنين مثال ايه؟ بروبانوات. استنى مش هتقلل ما انت عندك هنا في فرق. مش المثال ده في ذره الكربون والبروبانوات فيها كام؟ ثلاثه. يبقى مجموعهم كام؟ اربعه. هتقلل واحدة من الأربعة يبقوا كام؟ ثلاثة. يبقى الاختيار بتاعك مين؟ ثلاثة. عند التقطير الجاف لمنح بنتانوات على طول بنتانوات هيعطي ايه؟ بيوتان زائد كربونات صوديوم. طيب بيقول لي هيعطي بيوتان وملح قاعدي بس مش عادي. يبقى ايه الغلط في الأولانية؟ خلاص هو البيوتان هو العضو ماشي والتاني كربونات صوديوم ملح قاعدي غير عضوي هيعطي بيوتان وملح حامضي. لا بيوتان وملح قاعدي غير ايه؟ عضوي. طب نكتب المعادله. طيب اهي
حضرتك لو كتبت هنا كده سي اي او مع ان اي او اتش الناتج بتاعك هيبقى ايه؟ سي اتش 3 سي اتش 2 باي 2 سي اتش 3 زائد ان اي 2 سي او 3 ملح كربونات صوديوم ملح بايد لانه جاي من قاعده قويه وحمض ضعيف. طيب بص كده عند التقطير الجاف للملح التالي مع الجير الصوديوم. بص يا باشا في التقطير الجاف انت ممكن تعمل ايه؟ تشيل المجموعه دي كلها لا تحط مكانها اتش. خلاص؟ يعني انت ممكن تستبدل المجموعه اللي هي سي او او ان اي بايه؟ باتش. طيب هيبقى الناتج بتاعنا ايه؟ ها؟ سي اتش 3 بعد كده سي اتش معاها مين؟ سي اتش 3 هتبقى متصله بمين؟ سي اتش 2 جالها اتش من بره تبقى سي اتش 3 اسم المركب ايه؟ 2 ميثايل ها؟ بروبان. طيب الكم بيحتوي على مجموعه ميثيلين؟ والله ما في ميثيلين خالص. طب انت عارف هو جايب لك ليه؟ عشان يندع لان انت شايف ميثيلين قدامك جوه. هو الميثيلين ما بقاش ميثيلين لانه جاله اتش منين؟ من بره. طيب ابسط الكان متفرع هو ابسط الكان متفرع اسمش نعم الكان متشكل البيوتان متشكل ابسط الكان متفرع متشكل البيوتان لان البيوتان ابسط الكان متفرع متشكل او ايزومر البيوتان لان البيوتان نفسه ايه؟ مستمر. عند التقطير الجاف لملح بنتان وان يلا يا باشا ها اتفقنا نعمل ايه في التقطير الجاي؟ شيل القاعه دي كلها هيبقى سي 4 اتش كام 10 هيبقى اسمه ايه؟ بيوتان ها؟ طبعا في شويه حاجات كده احنا هنستبعدهم البيوتين مش نافع والبنتين مش نافع لان التقطير الجاي تحضير ايه؟ الكام مش الكين وطبعا ده بنت نواف مش هيعطي بنتان هي اللي عدد ذرات الكربون بمقدار كام؟ واحد. بص كده حته مهمه وتخلي بالك منها اي رسمه تجيلك في الامتحان بص على الرسمه كويس واقرا المعطيات اللي عليها لان ممكن مفتاح الحل يكون موجود في المعطيات. فانا لما اجي ابص على الرسمه الاقي هنا بقول ايه؟ بنت نواف يعني المفروض الناتج هو يبقى ايه؟ بيوتان هتقلل ذرات الكربون بمقدار كام؟ واحد. طيب بيقول لك هنا الجهاز الموضح بيحضر احد الالكانات. الصيغه الكيميائيه للغاز النافع. البنتان ده البيوتان ده يبقى صيغته ايه؟ سي 4 سي 4 اتش كام؟ 10 سي 4 اتش 10 اللي هي مين؟ طبعا دي سي واحده ميثان مش نافع بروبان مش نافع دي هتتفرق هتبقى ايه؟ سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3 ادي البيوتين. قبل ما نبدا في اسئله الخواص الفيزيائيه هي الالكانات كلها غازات صح؟ لا طب كلها سوائل؟ لا طب كلها صلب؟ لا بنبدا منين؟ غاز سائل صلب كم فرد غاز؟ 5 بيني وبينك يعني ممكن يزيدوا 6 بعد كده ماشي؟ هيبقى في عندك انت عندك في ايزومر للبنتان متفرع اللي هو ثنائي مثال بروبان بيبقى غاز بس طبعا هو في الكتاب عندك كمان ايه؟ قال لك لحد 4 ذرات كربون لحد 4 ذرات كربون فثنائي مثال بروبان في كام ذره كربون؟ 5 ومع ذلك غاز بس مش عارف انت في الامتحان عارف ان انت عندك كام ذره كربون؟ 4 4 ذرات كربون يعطوا لك كام فرد؟ 5 اللي هو مين؟ ميثان ميثان بروبان بيوتان ومتشكل البيوتان خلاص يبقوا كام؟ 5 اقولهم تاني اقول تاني كام؟ 4 ذرات كربون يعطوا لك كام فرد في الالكانات؟ 5 الميثان ملوش متشكلات والايثان ملوش متشكلات والبروبان ملوش متشكلات البيوتان ليه متشكل معاه يبقى كده كام فرد؟ 5 خلاص؟ طيب من 5 ذرات كربون وانت طالع سائل طيب 17 بعد ال 17 يعني من 5 ل 17 سواء من 18 وانت طالع صار. طيب قول لي جميع الخصائص الاتيه تنطبق على الالكانات معانا. مركبات هيدروكربونيه مشبعه معانا. جميع روابط من نوع سيجما كوي معانا. ما تقولش صح يا مختار. ها
الصيغه العامه لمركباتها الحالة. لا قيه لا لا زي اتش لا مركباتها مش حركيه. خلاص طبعا دي مش معانا نقوم نختارها لانه بيقول لك كله مع عزم. طيب تزداد درجه غليانها بزياده تعدد ذرات الكربون كده معانا قلنا امبارح كل ما نزيد او في الحصه اللي فاتت كل ما زاد عدد ذرات الكربون زادت درجه الايه الغليان قل التضخم. بزياده عدد ذرات الكربون في الالكان تزداد درجه الاشتعال. لا بزياده عدد ذرات الكربون في الالكان بيزيد كل مما ياتي مع عدد درجه حراره الاشتعال. انت عارف المثال بمجرد ان انت تولع كده يبقى كل ما قل عدد ذرات الكربون كل ما زادت القدره على الاشتعال فبتقل. هنا خلي بالك الميثان سريع الاشتعال. خلي بالك بس هنا بيتكلم على درجه حراره الايه الاشتعال مش الاشتعال او قابليه الاشتعال. طيب خلي ده في الاخر. بزياده عدد ذرات الكربون بتزيد الكتله الموليه صح؟ ماشي. بتزيد درجه الغليان معاك القابلية للتطور كل ما بيزيد بتقل كده خلاص. هنا بقى تعالى افصل لك الحته الاولى دي. انت عندك القابلية للاشتعال القابلية للاشتعال بتقل كل ما زاد عدد ذرات الكربون. القابلية للاشتعال بتقل كل ما زاد عدد ذرات الكربون. يعني انت عندك مين اللي قابليته للاشتعال اعلى؟ الميثان. الميثان اعلى قابليه للاشتعال. الانسان بيكون اقل منه شويه. البروبان والبيوتان اقل منه شويه. كل ما نزود بقى عدد ذرات الكربون القابليه للاشتعال بتقل فانت عاوز تولع فتقوم ترفع درجه الايه؟ الحراره. خلاص؟ فهنا مش بيتكلم على القابليه للاشتعال بيتكلم على درجه حراره الايه؟ الاشتعال. خلاص؟ عشان دي ما حدش يختار ما حدش يختار اللي هناك خلاص يا جماعه كده؟ إذا كانت متوسط درجة حرارة في منطقة ما بيسجل 40 المنطقة دي حارة ولا باردة دلوقتي؟ حارة. ماشي. فإن الغاز والنسبة الأكبر بيوتان قلنا بيوتان مناطق حارة مناطق باردة هيبقى إيه؟ باردة بوروبان باردة بوروبان. طيب هو بيقول لي هنا في المناطق دي هنحط مين؟ البيوتان بنسبة أكبر. عدد المركبات الغازية في الألكان منهم ميثان ميثان بروبان بيوتان متشكل البيوتان. لديك أحد مكونات مخلوط الجازولين. يا جماعة الناس عمالة تفرقع في صوابعها يعني نقول له الحمد لله بطل الألم تقوم عمالة تبدأ تفرقع في صوابعها في إيه؟ أعصابنا باظت. لديك احد مكونات مخلوط الجازولين. الجازولين سائل. الجازولين ده سائل. بنزين العربيات. وشمع البرافين. اي من الصيغ التاليه يحتمل ان تنطبق عليه؟ السي 8 اتش 18 ده سائل. وسي 22 ده ايه؟ صلب. طيب سي 8 اتش 18 سائل. والكان كمان. والكان. طب دي سي 22 اتش كام؟ دي كام؟ 46 صح الكام برضه؟ يبقى هي دي تمام. تعالى بقى نشوف الباقي. دي سي كام؟ اتش كام؟ مش نافع ما تبصش بقى على ده سي 12 اتش 22 الكام؟ سالب بس ده ايه؟ غاز مش نافع. سي 15 اس اس الكين مش نافع. خلاص المركب الذي له اعلى درجه غليان اعلى درجه غليان اكبر عدد ذرات كربون واقل عدد تفرعات اكبر عدد ذرات كربون واقل عدد من التفرعات. بمعنى لو انا عندي البنتان في 5 وميثايل بيوتان في 5 وثنائي ميثايل بروبان في 5 مين الاعلى في درجه غليان؟ البنتان طول السلسله. يبقى حضرتك ديت اعلى درجه غليان محتاجه شرطان مين ومين؟ اكبر عدد ذرات كربون
واقل عدد الفقرات. طب صل على النبي صل. انت عندك ثنائي من سايل بروبان كم ذره كربون؟ 5. بس في تفرعات، التفرعات دي تقلل درجه الغلكيه. الهكسان في كام؟ 6. حلو. البنتان في كام؟ 5. شيل دول لان احنا بقى عندنا 6. طيب ثنائي ميثايل او 2 ميثايل بنتان في كام؟ 5. يبقى احنا نختار له مين؟ الهكسان. طب افرض كان جايب لك 2 ميثايل بنتان، برضه ما تختاروش لان 2 ميثايل بنتان متفرع ودرجه غليانه ايه؟ اكبر. وصلت؟ ميثان ايثان بروبان بيوتان الافراد الاولى الغازيه في الالكانات. اولا الالكان الذي يحتاج ايوه شوف اقل درجه حراره الاشتعال. مثال ليه بقى؟ قابليه للاشتعال عاليه. قابليه للاشتعال ايه؟ يبقى اعلى قابليه للاشتعال يحتاج الى اقل درجه ايه؟ حراره الاشتعال. ده بسم الله ما شاء الله اول ما تسرب شويه كده هو اي حد بيولع كبريت بتكون الدنيا ايه؟ طيب. الالكان الذي ينتج اكبر كميه من الحراره عند اشتعال. اشمعنى؟ يبقى هنا كده تزداد كمية الحرارة المنطلقة من احتراق الألكان بزيادة عدد ذرات الكربون. سؤال رقم 16. إذا كانت درجات غليان أربع مركبات ميثان وإيثان وبروبان وبيوتان بدون ترتيب. عطلنا درجات الغليان بدون إيه؟ ترتيب. فأنا هرتبهم بقى. أنا إيه كل ما زاد عدد ذرات الكربون زادت درجة الإيه؟ الغليان. درجات الغليان ديت ده سالب نص صح؟ ده سالب نص. وده سالب كام؟ كله سالب؟ وده سالب؟ وده سالب؟ 88.6 ماشي. طيب سالب نص ده أكبر حاجة صح؟ يبقى ده بيوتان. يبقى إيه؟ طيب أنا عاوز بقى أجيبهم كلهم، فين الميزان هنا؟ الميزان أقل أقل درجة غليان سالب بي؟ اه بي ما دي يبقى ده وانا ايه ميثان وده وانا ايه بقى مين؟ ايثان وده وانا ايه؟ بروبان. بس بص يا باشا بقى باستخدام الجهاز المقابل تم اجراء تجربه عمليه لفصل عده الكانات سائل ممتزجه معا وذلك اعتمادا على اختلافها في درجه الايه؟ الغليان حيث اول ما تم جمعه كان الناتج اكس الدرجة الغليان اقل يطلع الاول اقل عدد ذرات كربون بيطلع الاول ماشي ثم واي ليهم ثم الناتج مين؟ زد يبقى انت دلوقتي عندك اكس وبعد كده مين؟ واي وبعد كده ايه؟ زد ده هو هيبقى اقل درجة غليان اقل ذرات كربون اكثر تطاير اكثر ايه؟ تطاير وانت نازل بقى. ايه اللي هيحصل؟ تزداد درجة الغليان وتزداد عدد ذرات الكربون ويقل الايه؟ التطاير. تعالى بقى هنا. بيقول لي الناتج واي هو أكثر تطاير. الناتج واي كان أكثر تطاير من مين؟ من زد. صح. طب لو قلت الناتج واي هو أكثر تطاير وخلاص. ها اكس هيبقى أكثر ايه تطاير. طيب الكتلة المولية للناتج واي أعلى من تلك الناتج زد، لا زد أعلى. ماشي؟ الناتج إكس له درجة غليان أعلى، لا أقل. الروابط التساهمية في جزيء الناتج زد أقوى من التي في جزيء الناتجين دول ودول، لأن هما طبعًا كلهم إيه؟ الكانات، والألكانات كل الروابط بتاعت روابط إيه؟ سيجما قوية صعبة الكسر. اللي بعده كله بيوضح الشكل جايب هنا درجات ايه؟ غليان بيبقى ضاحك عليها شويه وملخبط الدنيا فانا رتبها
يعني انا هم جاي عامل كده ايه الكان وكانت ان هو درجه ايه غليان ومسهل الدنيا على نفسي شويه وهم ايه له ده هو بي وده هو ايه وده سي انت كده رتبت اه انا رتبت على حسب درجه الايه الغليان يبقى البي اقل في درجه الغليان يبقى اقل في عدد ذرات الكربون بعد كده ده هيبقى اعلى في عدد ذرات الكربون شويه ده اعلى منه في عدد ذرات الكربون وهكذا هو هنا بيقول لي بقى المركب A و B و C طبعا هما ثلاث مركبات جايب لي ميثان وجازولين وشمع يعني غاز وسائل وايه وصال بس انا عندي مين اللي هيبقى الغاز البي يبقى ميثان شيل ده وشيل ده طيب مين اللي هيبقى صال السي السي صال هيبقى ايه شمع يبقى الاختيار بتاعك هيبقى مين سؤال حلو عند احتراق الايثان بشكل تام ها سي 2 اتش 6 يلا ننزل الاكسجين كده قبل ما نكمل معادله اه ها 3 في 2 بكام ب 6 زائد 1 7 7 على كام على 2 الناحيه الثانيه هيعطي ان سي او 2 يعني 2 سي او 2 ان زائد 1 اتش 2 يبقى 3 اتش 2 هنا نكتب المعادله طبعا زائد طاقه زي الطاقة والله العظيم انا بقول طبعا زي الطاقة ماشي كده؟ فبقول لي هينتج ايه؟ ثاني اكسيد كربون وبخار ميه تنطبق طاقة تمام ثاني اكسيد كربون وكربون طيب هنا الكربون يا جماعة الخير بيبقى يطلع في حالة الاحتراق الغير تام في حالة الاحتراق الغير تام بيطلع ايه؟ كربون هو ايه الاحتراق ايه؟ ثاني اكسيد كربون وبخار ميه ولا تنطبق طاقة؟ لا ثاني اكسيد كربون وكربون الشكل المقابل بيوضح درجه الغليان لبعض الايه الكانات التي لها الرموز الافتراضيه A و B و C و D اهو رموز افتراضيه تغير الاجابه هنا جايب له درجه ايه غليان طيب اقل درجه غليان يبقى اقل عدد ذرات كربون يبقى السي ده هو هيكون اقل حاجه اقل حاجه يبقى هنا مين؟ طيب بقيت الاختيارات اللي جايبها جايب بيوتان وجازولين وشمع يبقى ده شمع وده هنا يبقى مين؟ جازولين وده هنا يبقى مين؟ بيوتان يبقى انا عملت ايه؟ انا خدت جوده بس كده اعلى درجه غليان اكبر عدد ذرات كربون يبقى الصلب فيهم اللي هو الشمع اللي تحت منه شويه هيبقى السائل اللي هو الجازولين اللي تحت منه شويه هيبقى الغاز اللي اعلى في عدد ذرات الكربون بيوتان اللي تحت خالص ده هيبقى اول عدد ذرات كربون او اقل عدد ذرات كربون خالص هو مين ميثان يبقى الاي الاي شمع الاي شمع يبقى استبعد الف ومين طب والبي بيوتان اتاكد بقى السي طلع ايه ميثان والدين جازولين تسمى التفاعلات العضويه للمركبات اللي صغيرها الصيغه دي صيغه ايه؟ الكان يبقى ايه؟ وممكن حضرتك تقول عليها احلال يبقى الاحلال هو الاستبدال لان كل الروابط سيجما قويه صعبه الكسر باشا بقول لي تمثل المعادله الاتيه معادله تحضير غاز الميثان في المعمل ده سنوات صوديوم انا قلت ليه اسمين كمان حد فاكر اسيتات صوديوم مخلات بيبقى مائي ولا لا مائي درجه الانصهار بتاعته عاليه ولا منخفضه عاليه نخفضها بجير الصوديوم يبقى الجير الصوديوم ده وظيفته خفض درجه الانصهار عطلنا ده بيقول لي هنا التفاعل ده تمثل معادله تفاعل التفاعل ده تفاعل احتراق الالكانات مصر بقول لي هنا جميع ما يلي هيبقى صح دي معادله التحضير وتفاعل الاحتراق بيبقى مصدر بيبقى ايه؟ طارئ عشان كده بنستخدمها كايه؟ طاقوت يغطى الحديد في بعض الاحيان بالالكانات الثقيله عشان تحمي من الصلب كلما زادت الكتله الجزيئيه للالكان كلما زادت درجه غليان حضرتك نختار وبقول كله اهو ما عدا اي المركبات التاليه يمثل هيدروكربون مشبع كتلته الجزيئيه المشبع ده اللي هو يبقى هنا ايه؟ الكان
72 كنا بنجيب سي او بنجيب ان ذرات كربون ها كتله موليه ناقص 2 يبقى 72 ناقص 2 على 14 تطلع 70 على 14 تبقى كام؟ 5 يبقى سي 5 اتش كام؟ اتش 12. نعم الكتله الجزيئيه هي الكتله الموليه. بيقول لي ينتج اربع مركبات لها الصيغه وعندها الجنتو هينتج اربع مركبات لها الصيغه سي ان اتش 2 ان زائد 1 اكس. يعني حضرتك لما هتهلجن هيعطي لك سي 5 اتش 11 سي ال. عاوز الايزومرات بقى. فبيقول لي حيث اكس تمثل ذره الهالوجين. اكس بتمثل ذره الايه؟ الهالوجين. احنا قلنا طبعا المركب بتاعنا هيبقى مين؟ هو مش حلق. لان احنا قلنا الصيغه بتاعتنا هي مطبقه. الصيغه اللي هي سي ان اتش 2 ان زائد 2 وطلع معايا ناتج يبقى مش حلقه. طيب المركب بتاعها هيبقى 2 و2 ثنائي من سائل بروجان وفي خمس ذرات كربون. ماشي كده؟ في كام ذره كربون؟ في خمسه. طيب ده في خمس ذرات كربون وده في خمس ذرات كربون وده في خمس ذرات ايه؟ كربون. نركز بقى كده عشان النقطه ديت مهمه. انا اولا عرفت ان هم كام ذره؟ خمسه. فممكن يبقى بنتان ممكن يبقى احد متشكلات. هو بيقول لي هنا نتج مركب صيغته سي ان اتش 2 ان زائد 1 اكس. تعالى بقى حضرتك كده اهو سي 5 اتش 11 سي ال. تعالى نشوف كده يعطي لنا اربع مركبات ولا لا. لو انا عندي ديت سلسله طويله سلسله ايه؟ طويله. ما هو بيقول لي انا هلجن. هو بيقول لي احنا كان عندنا مركب سي 5 اتش 12 ولما هلجنته اعطانا مركب سي ان اتش 2 ان زائد 1 سي ال. خلاص انا عندي المركب اهو. طيب انا لو جبت الكلور مره حطيت الكلور هنا هيبقى ده اول متشكل. تمام؟ ادي 1 2 3 4 5 واحط على الذره رقم كام؟ 2. يبقى كده على الذره رقم 1 او الذره رقم كام؟ 2. 1 2 3 4 5 واحط على الذره رقم كام؟ 3. يبقى كده ممكن يبقى عنده كلورو بنتان، واحد كلورو بنتان او اثنين كلورو بنتان او ثلاثه كلورو ايه؟ بنتان. طيب لسه في احتمال رابع هنا. احتمال رابع هنعمل مثلا السمات اربعه مثلا. طيب نعمل الساحات أربعة. طيب لو عملت الساحات أربعة يبقى أنا عندي كده كده ماشي؟ ما هو ده جايبه برضه من الاختيار. أنت حضرتك بقى لو أنت عملت ده يعني عملت بنتين طلع معايا ثلاثة هاجي بعد كده أعمل لهم مثال بيوتان ما هو مثال بيوتان في الاختيار يبقى أشتغل بقى على مثال بيوتان أشوف هيعطي لنا اختيارات ولا لا. لو حطينا السي ال هنا يبقى ده متشكل. وهنا كده سي اتش 3 واحط السي ال هنا يبقى كده متشكل. 1 2 3 4 وهنا سي اتش 3 اهو حطها هنا كده يبقى كده ايه؟ متشكل. ده 1 2 3 4 كده كام متشكل؟ 4 متشكل. خلاص كده؟ يبقى الاربع متشكلات جم في حاله ايه؟ اثنين من سايل بيوتان. احنا عندنا اول حاجه قلنا اصل المركب اهو اثنين من سايل بيوتان. انا مثبت المثال على الذره رقم كام؟ اثنين. حطيت الكلور على الذره رقم واحد بقى واحد كلورو اثنين من سايل بيوتان. بعد كده جبت المثال والكلور على الذره رقم اثنين بقى اثنين كلورو اثنين من سايل بيوتان. بعد كده حركت هنا كده خلاص؟ فهبدأ اعد من ناحيه الكلور فيبقى 1 2 3 4 2 بس 1 2 3 4 فيبقى 2 ايه؟ 2 كلورو 3 مثال 3 مثال بيوتان. ده الاحتمال الثالث.
وممكن يبقى هنا كده عد 1 2 3 4 خلاص. انا مثبت المثايل بيوتان على الذره رقم كام؟ 2، وحطيت الكلور على 4 ذرات ايه؟ طيب هنا طبعا ينفع نحط الكلور على 4 ذرات خلاص. هنا ما ينفعش نحرك الكلور على ال5 ذرات بتوع الايه؟ بتوع الكربون. ماشي يا جماعه كده؟ عشان هنبدا نفس العدد. وصلت؟ طيب 1 2 3، انت بدات تعد من هنا، يعني انت مره عديت من هنا قلت 1 كلور 2، لما رحت الناحيه الثانيه بس ما اعطانيش نفس المركب. يعني ما اعطاش نفس الايه؟ المركب. يبقى هنا كده الاجابه بتاعت السؤال ده هتبقى ايه؟ 2 من سايل بيوتان. طيب ينفع 2 و2 ثنائي من سايل بروبان؟ حضرتك لو عملت 2 و2 ثنائي من سايل بروبان اهو، سي اتش 3 اهو، سي اتش 3 اهو، سي اتش 3، سي اتش 3، الكلور ممكن يدخل على الذره رقم كام؟ 1. وخلي بالك الكلور لو دخل على الذره دي، زي دخل على الذره دي، زي دخل على الذره دي، زي دخل على الذره دي، هو الاربعه زي بعض. خلاص؟ ليه؟ لان كله نفس الوضع بالنسبه للسيل في النص. خلاص يا جماعه كده؟ يبقى احنا قلنا هيكون مين؟ 2 من سايل ايه؟ بيوتن. السؤال اللي بعده بيقول لي انتم المركب سي 3 اتش 7 سي ال ده اسمه كلورو بروبان من تفاعل، هيبقى تفاعل مين مع مين؟ البروبان مع الكلور، والتفاعل يبقى اسمه ايه؟ اسكندريه. شلت ايه؟ هيدروجين واحمل الكلور. عند خلط غازي الميثان والكلور في درجة حرارة غرفة مظلمة، ده أنت عاوز شروط. إيه الشروط؟ يو في 400 درجة. طيب أنت هنا مفيش عندك يو في، ده بقول لك درجة غرفة مظلمة مفيش ضوء. هو درجة حرارة عادية ما وصلتش ل 400. لا يحدث إيه؟ إشمعنى؟ عشان الروابط عندك سيجما قوية صعبة الكنز محتاجة شروط، شروطها إيه؟ يا يو في يا 400 درجة. طيب قول لي عند تكسير الحراري الحبس الالكان ب 10 ذرات كربون يبقى سي 10 اتش 22. فاي الاحتمالات الاتيه يبدو صحيحا؟ هينتج جزيء 2 جزيء اساد وبنتان، الاولى ديت قولا واحدا غلط عشان قلنا الكان واحد مع الكين او عده الكينات. 2 جزيء بروبين تنفع وبيوتان شكليا تنفع، بس اتاكد بقى البروب والبروب يبقوا كام ذره؟ 6 ذرات كربون، والبيوتان 4، يبقى كده تمام، يبقى دي كده صح. طب تعالى كده نكتبها، هينتج 2 بروب بين يعني سي 3 اتش كام؟ 6 زائد بيوتان سي 4 اتش كام؟ 10. 2 في 3 ب 6 كربون و4 يبقوا كام؟ 10. الهيدروجين 2 في 6 ب 12 و10 يبقى كده كام؟ 22، يبقى كده صح. طب قول هنا ينتج جزيء بيوتان وبنتين، غلط، لان دول مجموعهم هيبقوا سي كام؟ 9. 2 بروبين يبقى كده كام ذره كربون؟ 6 و5 يبقوا كده كام؟ 11، يبقى غلط. خلاص.